فأنتم وأنتم وحدكم رجال ونساء الصحافة القادرين على نقل وجهة نظر كما هي لا كما أريد لها أن تكون. المقرر التنظيمي اللي بنى عليه الحزب اليوم هو شبيه بهذا الفكر الديمقراطي الذي يؤدي إلى فصل السلطات، وأن هناك مجلس وطني مؤتمر، هناك لجنة إدارية تنتخب مكتب سياسي وتراقب الكاتب الأول ويمكن أن تقيله نظام ديال المؤتمر التاسع. ماذا وقع اليوم؟ الذي وقع وغادي تستغربوا وغيتقال كذلك انتم، احنا مسؤولين على سكتنا على هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. على سكتنا سابقا ما كانش عندنا الحق نخرجوا للاعلام، هذا قواعد انضباط الحزبيه. داخل الحزب كدير المعركه في المكتب السياسي، كديرها في اللجنه الاداريه، ما تخرجش للاعلام، ما تمشي الحزب ديالك والا خرج منهم. حنا في مرحلة المؤتمر، في مرحلة المؤتمر ما كتبقاش الضوابط الداخلية كتحكم، جميع الآراء خاصها تخرج الفضاء العام في المجتمع، التواصل المباشر مع الاتحاديات والاتحادين وليس داخل الإطارات المنظمة للحزب بصفة عامة. ظهرت، ونقول ظهرت، نحن أعضاء المكتب السياسي اللي أمامكم واللي غير أمامكم، ويمكن لكم تسولوهم. لا أعضاء المكتب السياسي لا أعضاء لجنة إدارية كانت عندهم الورقة التنظيمية. الورقة التنظيمية مسؤول عليها أخ من الإخوان الإعزاز علينا على كل حال في المكتب السياسي، ولم يطلع على أحد، يقدم لنا عروض شفاهية. هذه الوثيقة بعدما خرجت للصحف قال لنا علاش ما احتجيتوش؟ حنا قطعنا مع واحد السلوك ديال المدابزة، حنا ناس مسؤولين، حنا مسؤولين، حنا ماشي ديرلو. هاد الوثيقة اش كيبان فيها؟ أسست لنظام حكم الفرد. الكاتب الأول ينتخب من المؤتمر، اي عنده تفويض لجميع الاتحاديات والاتحادين. إلغاء اللجنة الإدارية التي كانت تقرر وتراقب الكاتب الأول المكتب السياسي، ونقل بعض سلطاتها إلى شيء يسموه المجلس الوطني. هذا المجلس الوطني ليس له تفويض عام، له تفويض جهوي ينتخب عبر الجهات. فإذا كيفما كانت قوته هو أقل من سلطة الكاتب الأول، وبالتالي لا يمكن أن يراقبه. بين هذا وذاك، الكاتب الأول هذه الوثيقة التي نتكلم عليها أعطت الكاتب أن يعين في المكتب السياسي. هل يعقل؟ الاتحاد الاشتراكي الذي قاوم الدولة واستبداد الدولة وانفراد بالسلطة وطالب ب الملكية البرلمانية وساهم مع آخرين في التحول والتطور اللي كتعرفوا بلادنا اليوم الإيجابي في الدستور الكبير اللي اليوم عندنا احنا في هذا البلاد. نحن نعود إلى كاتب أول يعين في المكتب السياسي، ليس يعين فقط في المكتب السياسي. قرأت واحد الحاجة اسمها الكتابة الوطنية، كيعين فيها النص، هي اللي فيها انتخابات وهي غير منتخبة، فيها البعض بالصفة وفيها العدد كبير، لكن كيعين فيها الكاتب الأول النصف. هاد الهيكلة كتعني على أنه نقل الحزب من حزب عادي كجميع الأحزاب. نحن نلاحظ أن جميع الأحزاب فيها نقاش بدرجة متفاوتة حسب هامش الديمقراطية في كل حزب، لكن لا غير مسموح الاتحاد الاشتراكي أن يؤسس لحزب انفراد السلطات في شخص واحد. كان ممكن ان تكون هذه المقررات موضوع نقاش في المؤتمر. هذا السؤال الثاني اللي في الاذهان ديال
عدد كبير من الناس. لكن مني غنكون انا الكاتب الاول اليوم ممارس، انا هو رئيس اللجنه التحضيريه اليوم، انا الذي اوزع عدد المؤتمرين عبر المغرب، نعطي لهذه المدينه 10 ونعطي لهذه 15 ونعطي لهذه 14 انا، ومن بعد انا اللي نترشح. المؤتمر المقبل غتكون فيه شي منافسه؟